كل يوم بتعدي علينا مواقف وحكايات كتير في اللي بنعديها من غير تعليق وغيرها اللي بتتحفر جوانا، والحكاية دي من الحكاوي اللي محفورة جوا قلبي ومستحيل أقدر أنساها. كنت قاعدة في المحل بتاعي زي كل يوم، وفجأة زبونة غريبة دخلت المحل. كنت حاساها قلقانة ومتوترة، ركزت معاها من بعيد من غير ما تاخد بالها. كانت ماسكة في إيدها كيس وبتلف بيه، وفجأة قالت لي: لو سمحتي ممكن تخلي الكيس ده عندك، هروح مشوار قريب وارجع لك على طول. رغم قلقي وشكي فيها وافقت، قلت بيني وبين نفسي: عادي، ده مجرد كيس. وفعلا سابته ومشيت، وانشغلت انا في المحل مع الزباين والبيع. وفي اخر اليوم قبل ما اقفل اكتشفت ان الست دي ما جاتش خدت حاجتها. شكيت في الحوار كله، معقول تكون نسيت، ولا هي اصلا قصدت تسيبه عندي. وبصراحه ما لقيتش حلول غير اني افتح الكيس واشوف بنفسي جواه ايه. كان جواه بيجامه اطفالي عاديه، وتحتها ورقه كبيره متطبقه. فتحت الورقه وبدات اقرا اللي مكتوب فيها، واول حاجه كانت مكتوبه: انا اسفه جدا على الحركه دي، بس كان لازم ارجع لك البيجامه بتاعتك من غير ما اكسف نفسي. البيجامه دي من المحل عندك، بس للاسف انا ما اشتريتهاش. في الحقيقه هي اتسرقت، وكان لازم ارجعها لك واصلح الغلط. طبعا دلوقتي هتفتكري ان انا اللي سرقتها. بلاش تظلميني، انا هحكي لك الحكايه من اولها، يمكن وجعي يهون شويه. حكايتي بدات من يوم جوازي من مصطفى. انا ومصطفى اتجوزنا بعد قصه حب جميله. كنت حاسه وقتها اني كده خلاص ملكت الدنيا، وفي اول سنه جواز ربنا كرمني بحاله بنتي الوحيده. حياتي مع مصطفى ما كانتش مثاليه ولا خالية من المشاكل، بس أنا دايماً كنت بستحمل لأنه اختياري وحبيب عمري. بس مع الوقت مشاكلنا بدأت تزيد عن حدها، والموضوع اتطور لمد الإيد. أيوة، مصطفى الإنسان اللي اتحديت العالم عشانه بيضربني، ومش بس كده، ده كمان بيعاقبني بطرق غريبة جداً. في الأول حالة كانت صغيرة جداً، فطبيعي إنها ما تكونش فاهمة حاجة، بس مع الوقت حالة بدأت تكبر وتستوعب كل اللي بيحصل حواليها. وفي مرة مصطفى مد إيده عليا لدرجة إنه أغمى عليا من كتر الضرب. وقتها حالة كان عندها 4 سنين، قعدت تعيط جنبي من كتر الخوف. ولما فقت لقيتها بالمنظر ده، قلبي اتقطع عليها جدا، وقررت من اللحظة دي إني لازم أفوق بجد، ولازم أنهي الحياة اللي أنا عايشة فيها دي، الحياة اللي ربطت نفسي فيها. وفعلا طلبت الطلاق من مصطفى، وزي ما توقعت رفض يطلقني. ويومها قال لي بكل قسوه: لو مشيتي من البيت مش هتشوفي مني مليم واحد. قلت له: همشي وهاخد منك كل حقوقي، البلد فيها قانون. ضحك بكل طريقه وقال لي: قانون، سلميلي على القانون، يحيينا ويحييكي ربنا. ما اهتمتش بكلامه واخدت بنتي ومشيت. رحت عند اهلي اللي اول ما شافوني اتخضوا. ماما قالت لي: ازاي يعني يمد ايده عليكي؟ هو فاكر انك مالكيش اهل ولا ايه؟ واخويا رد بعصبيه وقال لي: انا هروح لحد عنده وهعرفه ازاي يمد ايده على بنات الناس. وفعلا اكرم اخويا راح لمصطفى، وفضلت المشادات والخناقات شغاله بينا لغايه ما في يوم ماما لقيتها بتقول لي: يلا بقى يا رشا يا بنتي، اجهزي عشان تروحي بيتك. قلت لها: ايه؟ ايه يا ماما؟ انت اللي بتقولي كده؟ أنا استحالة أرجع له تاني. قالت لي: يا حبيبتي، البيوت ياما بيحصل فيها، وبيحصل أكتر من كده كمان، والست في الآخر ملهاش إلا جوزها وبيتها. قلت لها: يا أمي ده بيضربني، آخر مرة كنت هموت في إيده. اتنهدت بحزن وقالت لي: معلش يا بنتي، لحظة شيطان ومش هتتكرر تاني، هو وعد أخوكي بكده. وبعدين يا بنتي جوزك ظروفه حلوة وهيعيشك في مستوى كويس أنت وبنتك. فهمت من كلام ماما إنها مش قادرة على مصاريفي، ولا أنا ولا بنتي. ما زعلتش منها لأني عارفة ظروفها كويس. من بعد موت بابا وماما شقيان علينا لغاية لما كبرنا وجوزتني أنا وأختي، ولسه في رقبتها 4 ولاد تانيين، ومعاش بابا يا دوب بيكفي بالعافية. عشان كده مش معقول بعد ما جوزتني وارتاحت من همي هترجع تشيله تاني، وكمان أنا معايا بنتي.
قعدت طول الليل أفكر بعقلي، وفي الآخر لقيت إن الحل الوحيد هو الرجوع. قررت أبدأ من تاني حياة جديدة. قلت خلاص لازم أفتكر أيامنا الحلوة وذكرياتنا مع بعض، مين عالم يمكن ربنا يهديه ويتغير. تاني يوم قمت بدري وقررت أروح بيتي لوحدي من غير حلا. كنت عارفة إن مصطفى أجازة من الشغل اليوم ده وبيكون قاعد في البيت. لبست أحلى حاجة عندي ورحت وأنا كل أمل إن حياتي تتظبط وتستقر. أول لما وصلت فتحت باب الشقة بالراحة عشان أفاجئه. أنا عارفة إنه بيبقى نايم في الشقة في الوقت ده. قربت بهدوء من باب الأوضة، وقبل ما أفتح الباب سمعت صوت ضحكة وهو بيقول: بس أنت طلعتي حلوة قوي في الطبيعة، أحلى من الصور بكتير. اتصدمت صدمة عمري. آخر حاجة كنت ممكن أتوقعها إنه كمان ياخدني. استنيت حد يرد على كلامه، بس الواضح إنه كان بيتكلم في التليفون. جريت بسرعة ناحية باب الشقة ومشيت وأنا مقررة إني هتطلق، يعني هتطلق حتى لو الدنيا كلها وقفت قدامي. محدش من أهلي قدر يتكلم معايا، كانوا ساكتين بس عيونهم كلها بتقول كلام كتير، زي مثلا حملك زاد ومش قادرين على مصاريفك انت وبنتك. كل ده كنت بشوفه في عيونهم من غير ما ينطقوا بأي كلمة. رفعت قضية على مصطفى واستنيت الحكم بفارغ الصبر، بس للأسف المحاكم حبالها طويل ومصطفى حيله وألعيبه كسرتني جدا. أكتر حاجة كانت بتوجعني هي حالة بنتي، كنت حاسة دايما بالحرمان في عينيها، ما كانتش عايشة سنها نهائي، بالعكس كانت مكبوتة ومحرومة من أبسط حقوقها كطفلة. في مرة وجعت قلبي قوي لما قالت لي: ماما أنا نفسي في عجلة زي سارة صاحبتي. قلت لها: منين بس يا حلا؟ منتي عارفة يا بنتي، عارفة إن أبوكي ما بيصرفش علينا. قالت لي: طب خلي تيتا هي اللي تجيبها لي. زعقت لها وقلت لها: اوعي تطلبي حاجة من حد، لو عرفت إنك عملتي كده هعاقبك، أنت فاهمة؟ البنت مشيت من قدامي وهي حزينة، حزينة وبتعيط. ما كنتش عارفة أعمل إيه، بس ما كانش قدامي حلول. كنت عايزة أعرفها ظروفنا وأخليها تتأقلم عليها، ونسيت إنها مجرد طفلة وليها احتياجات طبيعية زي كل الأطفال اللي في سنها. واستمر الوضع على الحال ده، حالة طلباتها بتزيد وأنا دايماً بصدها بسبب عجزي وقلة حيلتي. حاولت أدور على شغل مناسب بس كلها كانت أشغال مش مناسبة وبمرتبات ضعيفة جداً، ده غير رفض أخويا لأي شغل مش مناسب. وللأسف أنا ما كملتش تعليمي عشان أقدر ألاقي حاجة مناسبة. وبعد فترة بدأت ألاحظ تغيير كبير في حياة حلا، حسيت إنها مبسوطة وفرحانة دايماً. قلت بيني وبين نفسي: أكيد ربنا هداها عشاني. بس مع تغيير حلا في حاجات كتير تانية اتغيرت في بيتنا، أولهم إن فلوس أمي اللي دايماً كانت بتختفي بسرعة عجيبة. في الأول ماما عدت الموضوع، بس بعدها قالت لي: مش معقول الفلوس بتختفي لوحدها، أنا متأكدة إن في حد بياخد الفلوس دي من شنطتي. كلنا كنا متجمعين وساكتين، بس نظرتهم كلها كانت عليا أنا. طبعاً ما هو أنا مصدر الشك الوحيد اللي في البيت، مش أنا الجديدة عليهم. الشك كان هيموتني. أيوة أنا كنت شاكة ببنتي اللي كل شوية تشتري حاجات حلوة من غير ما تديها فلوس. قربت منها وقلت لها بهدوء: قولي لي يا حلا يا حبيبة ماما، أنت اللي بتاخدي الفلوس من تيتا؟ البنت سكتت شوية ولقيتها بتقول لي: لا مش أنا يا ماما. قلت لها بنفس الهدوء: لو قلتي لي الحقيقة مش هعمل لك حاجة. قالت لي بخوف: أنا ما خدتش منها فلوس غير مرة واحدة بس. لقيت نفسي مش مستحملة وبزعق فيها بكل قوتي وقلت لها: عارفة لو قررتيها تاني هعمل فيكي إيه؟ هوديك عند أبوكي ومش هرجعك تاني أبدا. البنت خافت جدا وجريت من قدامي، وفضلت أنا شايلة الحمل لوحدي. ما أقدرش أقول لحد على المصيبة دي، هقول لهم إيه؟ هقول لهم بنتي حرامية. وفي يوم كنت نازلة أشتري طلبات من تحت البيت، لقيت واحدة جارتنا بتقولي: مدام رشا أنا عايزاكي في موضوع. قلت لها: خير في حاجة؟ قالت لي: بصي أنا ما كنتش هقولك، بس بصراحة كده لازم تعرفي، في كلام في المنطقة عن حالة بنتك بتاخد حاجات حلوة من غير ما حد ياخد باله، وكمان سرقت فلوس من كل العيال في الشارع، والموضوع انتشر في المنطقة وأصحاب المحلات قرروا إنهم هيشتكوا لأخوكي.
حسيت إن الدنيا سودت فجأة قدام عينيا، جريت على البيت زي المجنونة، كنت حاسة إن الناس كلها بتتغمز عليا. معقول؟ بنتي أنا حرامية؟ ليه بس كده يا ربي؟ هو أنا ناقصة؟ وأول لما وصلت البيت ناديت عليها وقلت لها جهزي نفسك يلا هتروحي تعيشي عند أبوكي. لقيتها بتقولي وهي بتعيط، لا يا ماما مش هروح عند بابا، هيضربني زي ما كان بيضربك. قلت لها بعصبية خلاص الموضوع انتهى، أنا أصلاً اتصلت بيه وهو جاي في الطريق عشان تبقي تسرقي براحتك. سبتها تعيط ودخلت الحمام أغير هدومي. المرة اللي فاتت أنا كلمتها بهدوء، إنما المرة دي كان لازم أخوفها، يمكن تخاف وتبطل تسرق حاجات غيرها. بس طبعاً أنا ما كلمتش مصطفى، ده كان مجرد تخويف ليها مش أكتر. طلعت من الحمام ودخلت المطبخ عشان أحضر الغداء. البيت كان فاضي، إخواتي كلهم برا وماما كانت نايمة. وبعد ما حضرت الأكل صحيت ماما ودخلت الأوضة عشان أنادي على حالة، بس المفاجأة أني ما لقيتهاش. دورت عليها في الشقة كلها وللأسف ملهاش أي أثر. نزلت جري من البيت أدور عليها، سألت عليها في كل مكان بس برضو محدش شافها ولا حتى لمحها. ما كنتش عارفة أتصرف إزاي، بنتي ضاعت مني وأنا السبب في ضياعها. يا ريتني ما كنت قلت لها هوديك عند أبوكي، يا ريتني كنت استحملتها أكتر من كده. دخلت الأوضة وفتحت الدولاب اللي فيه لبسها، كنت عايزة أشم ريحتها يمكن قلبي ارتاح. وفي وسط هدومها لقيت كيس جواه بجامة جديدة، عرفت على طول إنها طبعا سرقاها. أنا فعلا من يومين رحت بيها المحل ده عشان أسأل عن الهدوم، ولما لقيتها غالية مشيت. بس معقول؟ معقول طفلة صغيرة تسرق بالسهولة دي من غير ما حد ياخد باله؟ أكيد حطتها في شنطتها اللي دايما بتصمم تلبسها وهي خارجة. يا حلا يا بنتي، معقول الحرمان حولك لحرامية محترفة بالشكل ده؟ وفي آخر اليوم كان الكل متجمع عندنا في البيت، ماما وأخواتي ومصطفى، الكل كان بيدور عليها. وفي الآخر لقيناها في آخر مكان ممكن نتوقعه، كانت قاعدة فوق سطح البيت خايفة خايفة ومش بتنطق غير بالجملة واحدة، مش عايزة أروح لبابا، مش عايزة يضربني زي ما كان بيضرب ماما، أنا مش عايزة أتعذب زي ماما. مصطفى لما سمعها وقف في مكانه ساكت، مش مصدق ان طفلة في سنها تقول الكلام ده، مش مصدق ان سوء معاملته ليا اثر في بنته كده، مش مصدق انه كان سبب رئيسي في كل اللي حصل لها. حتى يوم ما قررنا ننفصل قرر يعاقبني فيها ويحرمها من ابسط حقوقها، ابسط حقوقها كطفلة. للاسف مش مصطفى لوحده اللي كده، ياما بنشوف أبهات أول ما يقرروا يختلفوا مع الأم الولاد هم اللي بيدفعوا التمن ويكونوا ضحية لكل الخلافات دي. وبنتي حلا كانت فعلا ضحية، ضحية لعيشة صعبة عشتها مع أبوها، اتعقدت من كتر ضربه فيا، وتعقدت أكتر لما حرمها من كل حاجة وابتدت تمد إيديها. يا ريتك يا مصطفى تكون حسيت باللي حصل، يا ريتك تحس بغلطتك وتعرف أنت بسببك عملت في بنتك إيه، بنتك أقرب الناس ليك. لقيت مصطفى مش عارف يتكلم، مش لاقي كلام يقوله، فجأة لقيته حضن بنته وقال لها أنا آسف يا حبيبتي، أنا السبب في كل اللي حصل لك، بس أوعدك أوعدك من اللحظة دي كل حاجة هتتصلح، مش هتكون حاجة وحشة تاني أبدا في حياتنا، عمري ما هزعل مامتك، وهصونها هصونها عشان بنت ناس، وهصونها عشان جابتك ليا، أنا آسف يا حبيبتي، انت وماما مش هتشوفوا مني اي قسوه تاني. ساعتها لقيت امي بتقولي فكري في مصلحه بنتك يا رشا، انا شايفه المحاكم مش هتفيدك يا بنتي، جوزك شغال حر والمحكمه مش هتعرف تحدد مرتبه بالظبط، وفي الاخر هيطلع لك ملاليم، ده غير انه ممكن يتجوز ويخلف وينساكوا للابد. وخلاص بعد ما سمع بنته عرف غلطته وتاب، ويا بنتي يمكن يكون دي فعلا البدايه الحقيقيه في حياتكم، ارجع عشان بنتك وكفاية اللي حصل لها لغاية كده. أنا دلوقتي مش عارفة أتصرف إزاي، يا ترى أرجع وأرضى بزوج قاسي وخاين، ولا أكمل في سكة المحاكم وأفضل حرمة بنتي من متطلباتها العادية وداء السرقة يكبر معاها؟ ويا ترى فعلا مصطفى اتغير ولا هو بس الموقف واخده وبعد شوية هيرجع زي الأول وأكتر؟ خلصت قراية والدموع مالية عينيا، معقول في ناس بتعاني بالشكل ده من غير ما نحس بيهم؟ كان نفسي قوي اساعدها واقف جنبها، بس للاسف انا معرفش عنها اي حاجه،
عشان كده قررت أحكي لكم الحكاية وأعرف آرائكم من خلال تجاربكم اللي مريتوا بيها. مين عالم؟ لعل وعسى تشوف الحكاية وفعلا من خلال كل كلامكم تعرف تلاقي الحل المناسب ليها ولبنتها.